سيد الدعمي. مساء الخير وتحية لك أستاذ نجم، وتحية ضيفك الشيخ غيث التميمي. أخوي الفساد بالعراق ينتهي إذا أنت قدرت تلفظ لقب الدعمي بشكل صحيح. هاي يمكن عاشر لقاءات. يا بس انت تقول الدعمي، اعتراضت هسه اقول الدعمي. اول مره حل مشكلتك، حل مشكلتك انت وياي، وبعدين نمشي على الفساد ومكافحه الفساد. يا حوي نعم دكتور، انت مو الدعمي. كنت اقول لك الدعمي، قلت لا انا الدعمي. هسه الدعمي ايش بيه؟ هسه الدعمي تمام. ما قلت الدعمي يعني. تمام حلو. بس انت باقي ببالك من قبل. هسه انا قلت الدعمي لو الدعمي؟ انا ايش قلت؟ ما انا سمعت الدعمي. لا الدعمي. الدعمي سمعت. لا 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 لا، هسه تنعاد الحلقه. دكتور غالب راح تنعاد الحلقه، وهذا شيء غير شاهد والجمهور شاهد. اذا انا ما قلت الدعمي انت خسار قدام الجمهور. واذا قلت انا خسار نتفق. فهمنا ايش راح خسر. يا ابو المخرج، المخرج نعم. انا ايش قلت؟ هسه وياي المخرج. نعم دكتور.